representing Tajikistan, Jasur Karbunov. Arab Emirates, Emirates, Bulgaria, Hungary, Romania, Iran. في استقبال طاجيكستان في الركن الأحمر دخول واثق في اللقاء السادس عشر لمجريات اليوم والتاسع والثلاثون. Representing India, Sanjeev. ومجددا من الهند في الركن الأزرق في الوزن الثقيل في الركن الأزرق دخول واثق لعب الهند في الركن الأزرق لاعب طاجيكستان لقاء الحكم نحو منتصف الحلقة وإعطاء الإرشادات والتعليمات معلنا بداية الجولة الأولى وقرع الجرس من طاجيكستان في الركن الأحمر يواجه سجيت من الهند في الركن الأزرق اللاعب جاسور في الركن الأحمر من طاجيكستان يقف في وضعية الساوث بو من كلا اللاعب يتبعه اللاعب الطاجيكستاني بجاب وكروس جاب أيمن وكروس أيسر لكمات قوية من لاعب الهند جاب قوي جاب أيسر بعض الجاب لا يحسب الذي لكمة قوية من الركن الأحمر والمزيد من اللكمات أعزائي المشاهدين اللاعب جسور من طاجيكستان واللاعب سانجيت من الهند في الدقيقة الأولى من الجولة الأولى وعشرون ثانية لكمة مباغتة وزوغا من الركن الأحمر اللاعب الهندي واللاعب الطاجيكستاني يريدان تحقيق النصر لبلادهما لكمات تركيز عين لا ترمش حدة أعزائي المشاهدين الصعود إلى الحلقة يتطلب جرأة يتطلب شخص شجاع شخص بطل يتساءل كثير من المشاهدين عن إمكانية المشاركات الدولية ولكن ذلك يتطلب الإعداد المتواصل والتمرين المتواصل الذي قد يصل إلى ساعات عدة في اليوم الواحد وتتضمن منافسات الملاكمة مواد تدريبية منوعة ومشكلة وإلى الخلف واستكمال اللقاء الزاوية الحمراء تتلقى تنبيه شفوي من الحكم بعدم المسك لكمة قوية يمنى من اللاعب الهندي في الركن الأزرق واللاعب الطاجيكي ليس خصما سهلا جاب قياسي واقتراب من الوصول لنهاية الجولة الأولى عشر ثواني أعزائي المشاهدين عبر الأثير من قناة دبي الرياضية وقناة أبوظبي الرياضية والوصول لفترة الراحة سات المحترفين وعدم الوصول به للكمات القاضية أو التعرض لإصابات دائمة قد تؤثر أو إصابات تسبب عاهات أو أي شيء كما يشاع كثيرا وهناك بعض المعلومات المغلوطة عن لعبة ملاكمة الهواة والتي يخلط كثير منها مع منافسات المحترفين بالإضافة إلى أن ملاكمة الهواة هي الأقل عنفا من بين الألعاب القتالية الأخرى و 100 كيلوغرام جسور من طاجيكستان واللاعب سانجيت من الهند كما ذكرنا الهند من الدول الحديثة التي تتصدر التتويجات لمنتخب الملاكمة الرجال والسيدات على التوالي الإمارات لأنها وطن الأمان وطن الأمن والأمان ولأنها وطن التميز نعشق الإمارات لأنها وطن لا مستحيل الذي وصل أبناءه إلى الفضاء والمريخ الإمارات حاضنة للحضارات
قيادة رشيدة حكيمة تحب وترعى شعبها ومن يعيش على أرضها الطيبة. اللاعب الهندي والاستمرار في اللكم، إمساك من لاعب تاجكستان، وتكنيك وتكتيك عالي، لكمات مستقيمة، لكمات صاعدة، و لكمة هوك أيسر، ولكن لم يحتسب. الحكم يقف مؤقتا، يعطى تنبيه للركن الأحمر بالبقاء عاليا، إبقاء الرأس عاليا للحفاظ على معايير السلامة ولعدم الارتطام والتسبب بقطع بإصابة قطعية للحاجب، مما قد يؤثر على مجريات سير المباراة، إما بإيقاف الحكم للقاء أو إما بقرار الطبيب. ولذلك ينصح دائما كما لاحظتم أعزائي المشاهدين بإبقاء الرأس عاليا طوال الوقت، في حين يختصر دور الحكم في نزالات المحترفين على إعلان بداية ونهاية الجولة، ولا يتدخل حتى يسقط أحد اللاعبين أرضا أو يعجز تماما عن المواجهة. هناك الكثير من الفروق بين جميع الألعاب، هناك الكثير من الأسئلة في أذهان المشاهدين بين المقارنات التي تتم بين رياضات المختلفة كالكيك بوكسينج، المواي تاي، والملاكمة، والمصارعة، والجودو، والجيجيتسو، وجميع الألعاب الأخرى. لكل منها قوانينه للحفاظ على السلامة، وتكون الأيبة أو المنظمة الدولية لملاكمة الهواة على قمة الحفاظ على سلامة اللاعبين. تسبق كرة القدم الملاكمة في عدد الإصابات أو في وقت الاستشفاء من إصابات كرباط صليبي وغيره، في حين لا تتجاوز أغلب إصابات الملاكمة في بعض النزيف الذي يتوقف بعد انتهاء المباراة وبالتدخل المدربين في أغلب الوقت. الهندي يبدو أكثر القضاء، هو المعتمد فليكسبيليتي عالية. بداية الجولة الثالثة والأخيرة، ثقيل اللاعب الطاجكستاني بوضعية استعداد ساوث بو، واللاعب الهندي بوضعية الأرثوذكس اليمنى. لكمات القوية من اللاعب الطاجكستاني، لكمات القادمة من الخلف، اللكمة اليمنى المستقيمة نحو الذقن الهندي، لكن مومباي تستعد لاستقبال اللكمات وتحمل الأزمات كما عودتنا، الصمود أمام المحن. اللاعب سانجيت أيضا يتحمل لكمات قوية مؤثرة في الوزن الثقيل أمام لاعب جسور من تاجكستان. تنافس وإصرار على الفوز بالجائزة الكبرى، $10,000 لأول مرة في منافسات الأيبا للمركز الأول، و5,000 للمركز الثاني، و$2,500 للمركز الثالث. من أرض دبي، من أرض الإمارات العربية المتحدة، يأتيكم هذا اللقاء واللقاءات الأخرى بفضل الرعاة وفضل مجلس أبو ظبي الرياضي، مجلس دبي الرياضي، وقناة قناة دبي الرياضية وقناة أبو ظبي. لكمة مزدوجة من الركن الأحمر يمنى ويسرى، ولكمات مستقيمة من اللاعب الهندي، ودوران تكتيكي، لكمتين نحو الجذع، واللاعب الهندي يطلب من اللاعب الأحمر الارتفاع باللكمات الرياضية ليستكمل اللقاء. الحكم يعطي تنبيه سريع، تستكمل اللكمات، لكمات، مجموعة من اللكمات قوية. واو يا ربه، الوزن الثقيل واللكمات ذات الجودة العالية والقوة. الحكم الأوزبكي يطلب من اللاعب الهندي إبقاء الرأس عاليا. الحكم في وضعية مواجهة لبطن كلا اللاعبين لتجنب غياب أي لكمة أو أي هفوة. لكمات وتنبيه شفوي من حكم اللقاء بعدم الدفع خلفا، تاتش جلافز، روح رياضية. استمر هذا اللقاء
في الجولة الثالثة والأخيرة الدقيقة الثانية وثلاثون ثانية. جاب من الركن الأزرق، جاب وكروس ولكمة قوية ولكن في القفاز. تكنيك وتكتيك عالي واقتراب من نهاية الجولة الثالثة واللكمات، ومن سيكون الفائز؟ هناك الجرس ليخبرنا القضاء. 20 كيلوغرام بين الهند، يتمحور دور الحكام في الحفاظ على السلامة.